لاطريمو حبسناها صافي، كاع لي صال سدو كاملين. يعني هاد القرار ديال الدولة كان في المحل ديالو، باش يعني يتم تفشي هاد الوباء هذا اللي هو وباء عالمي. على داكشي اضطرينا باش نترينيو على برا، وحاليا غادي نترينيو في المنزل ديالي، غادي نشوف شي قنت يعني في السطح وغادي نتريني فيه. غادي نبارطاجي معكم المكان اللي غادي نتحرك فيه وكي كان وكيفاش غادي يولي. يلا تحياتي لكم. يعني القاعة الرياضية كلهم سادين بسبب هذا الفيروس ديال كورونا، والحمد لله دابا غادي نوليو نترينيو في الدار. بالنسبة للأهداف ديال القناة ديالي، أنني نبارطاجي معكم كيفاش تريني في الدار. لذلك الإخوان جات الفرصة، والسبب هو هذا مرض كورونا، هذا وباء كورونا. ايوا غادي نبارطاجيو معكم كيفاش كنترينو في الدار. ان شاء الله تحياتي لكم. ودابا غادي نبداو. ماشي واعر باش تريني، ولكن خاصها تكون عندك الاراده قويه. ممكن تريني غير في الدار، ممكن تريني غير في الغابه، ممكن تريني غير في البحر، ماشي لا بدا الصالات الرياضيه. لاحظوا معايا هاد القنت هذا، غادي نستغلو ان شاء الله عندي في السطح، وغادي ندير فيه طرفيات وبعد الماتيريال غادي نبني. يلا بقاو معايا في الفيديو ونكملو حتى الاخر. السلام. سالينا، جات الدور ديال لونطريمون، دابا غادي نترينيو، نبدلو علينا هاد اللبسة هادي. يلا تسخينات مهمين منين ضرورية ديرو بدون عاد الزب الحديدتين، تسخينات ضرورية.
نرى سالينا الحصة ديالنا الحمد لله ترينينا مزيان، يعني سواء كان لاصال ما كانش من الضروري تريني سواء في الدار سواء في البيت سواء في يعني في مكان عام بحال الغابة ولا البحر. المهم الانسان يتريني بوحدو ويتجنب يعني الاختلاط مع الناس في الظرفية هذه. راكم كتعرفوا هذا الوباء هذا كينتشر بسرعة، العالم كامل يعني مرون بهذا الفيروس هذا. نسأل الله السلامة للجميع. والحمد لله ترينينا بخير. حنا راه اللي عنده هاد الجلبة هادي اللي عنده هاد الجلبة هادي هنايا بلا ما يخاف حتى حاجة، غير فيها مضاد ديال الفيروسات كاملين اللي عنده هنا واللي عنده هنا. هاي هادي هي اللي ضاربين حنا الجيل ديال الثمانينات، الزيادة ديال 80. حنا الجلبة ديالنا فين كاينة؟ قداش قد الدرهم. يلا تحياتي لكم الاخوان وبصحة اللي كيترينيو. يلا حيدوا العكز وسيروا ترينيو في اي بلاصة كانت، تيدي الله شي تاوي لهذا الوباء هذا، الله يبعدوا علينا. يلا السلام عليكم، نتمنوا ديما تتابعوا القناة ديالي، ديما غادي نجيب لكم الجديد. يعني قناة ديالي راه قناة هادفة، ما فيش شي حاجة، ما كنديروش شي بلوكات ماشي هما هادوك. يعني اي واحد يجي يتفرج في القناه كنديروا مواضيع، يعني ان شاء الله غنديروا مواضيع اللي غادي يستافد منها الانسان، ماشي ديال داكشي ديال الروتين اليومي ولا داكشي ديال التخربيق. يلا تحياتي لكم الاخوان. السلام. لونطريمون ديالنا ترينينا مزيان، جمعنا يعني الماتيريال حطيناه في بلاصتو هو درنا في هذا القنت هذا جا فيه مزيان. وهذه هي الطابي، هذه هي يعني القنت اللي شديت في السطح هنايا استغليتو، تقريبا شي 20 طابية هنايا، يعني البلاصة ديال سبارينغات. ايوا الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وتبارك الله عليكم الاخوان. يعني الانسان بلا سواء سدوا لي الصال يعني يمشي يتريني في اي قنت، سواء في البيت سوا في الدار في السطح سوا في الغابة سوا في البحر، غير ما يختلطش مع الناس في هذه الظرفية هذه. يلا تحياتي لكم وديروا الوقاية ديالكم، يعني راكم كتشوفوا هذا الوباء منتشر في العالم كامل، ماشي عندنا هنا. يلا تحياتي لكم، تيدي الله شي تولي الخير.